مسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذا اللقاء. تنبيه من المستوى الاول عن تساقط امطار رعدية معتبرة خلال امسية اليوم على كل من العاصمة سيدي بالعباس، تيبازا، تسمسك، لغوات، برج بوريريج، غيليزان، ولاية بجاية، المسيلة، ولاية تيارت، ميلا، البواقي، قالمة، تيزي وزو، ولاية شلف، باتنا، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدا، البيض، جيجل، عين دفلة، مدية سعيدة، نعامة، بومرداس، بويرة، معسكر، وحتى على ولاية ولاد جلال وكذلك ولاية البليدة. إذا خلال هذه الليلة إن شاء الله أمطار ستتساقط وتتواصل في التساقط خلال يوم الغد تقريبا على جل المناطق الشمالية خاصة الوسطى وكذلك الغربية. الأمطار ستزداد غزارة خلال الأمسية على المرتفعات والهضاب لتلتحق أواخر النهار على منطقة الأوراس. بعض الأمطار المتفرقة تحت وقع رعود ستخص كذلك شمال الصحراء ومنطقة الثورة، سحب سفلى كثيفة على منطقة تندوف والحدود المالية الجزائرية مع زوايا رملية ستنشط على كل من أقصى الجنوب كذلك الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الشرقي. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد مقاييس ما بين 10 درجات إلى غاية 21 درجة على الواجهة الشمالية، 21 درجة على ولاية بشار، 18 درجة على تمن راست، 17 درجة على جانت، 26 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى في تراجع خاصة على المناطق الوسطى والغربية، مقاييس ما بين 18 لغاية 24 درجة. ننتظر 28 درجة على بجاية، سكيكدا، عنابة، جيجن والطارف، 32 درجة على ولاية غردايا، ولاية جانت، 34 درجة على تندوف، تنخفض لغاية 24 درجة على ولاية بشار، ترتفع لغاية 41 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، لكن قليل اضطراب على السواحل الشرقية، رياح ضعيفة تقريبا على طول الشريط الساحلي.